الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لله كم سجل سفح أحد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من صور شاهدات. قبل الخروج جاء سعد والد خيثمة رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستثيره في الخروج، يريد أن يلحق بابنه: يا رسول الله، لقد رأيت الليلة رؤيا حسنة، رأيت ابني يتقلب في أنهار الجنة وثمارها ويقول: الحق بنا يا أبا، الحق بنا يا أبا. خرج سعد وهو يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بالشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الله، ثم دعا له فلحق ابنه رضي الله عنهما وأرضاه. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ذكوان بن قيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحمي ظهورنا الليلة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: ذكوان بن قيس. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام: من يحمينا الليلة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: من الرجل؟ قال: أبو سبع. ثم قال الثالثة: من يحمينا الليلة؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: ابن قيس. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يخرجوا، فلم يخرج إلا ذكوان بن قيس. قال: أين صاحباك؟ قال: يا رسول الله، إنما كنت أنا المجيب في ثلاثة المرات. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام سماك بن خرشة. أبرز النبي عليه الصلاة والسلام سيفه الذي يتهيب كل أن يأخذه، فقال: من يأخذ السيف بحقه؟ فأخذه سماك أبو دجانة، ثم قال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به في عدو الله حتى يثلم. فأخذه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يقول: أنا الذي عاهدني خليلي هناك بالسفح لدى النخيل ألا أقيم الدهر في الكيول، اضرب بسيف الله والرسول. فضرب به يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، حتى رأى سواد إنسان، فأقبل ليضربه، فلما وجد أنها هند بن عتبة قال: ترفعت بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. دخل علي رضي الله عنه أحد، فبرز له طلحة من المشركين، فما كان من أبي تراب إلا أن ضربه ضربة ذهبت منها ساقه ثم سقط فانكشفت عورته. قال له طلحة: ناشدتك الله والرحم. فتأخر عنه علي. قال له الأصحاب: هل أجهزت عليه فقتلته؟ قال: لقد ناشدني الله فكرهت أن أجهز عليه. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد رجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت المعركة: لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المزن بين السماء والأرض، فاذهبوا فاستعلموا أهله ما كان منه. قالت زوجته: لقد دخل علي ليلتها فبنى بي، وخرج جنبا حين سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي، فكان أن غسلته الملائكة بين السماء والأرض. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام رجال، وأي رجال! هذا صوت أبي طلحة الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من كتيبة. أبو بكر وطلحة رضي الله عنه وأرضاه وأبو دجانة يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، يقون النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلون صدورهم وظهورهم مجنا لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا دجانة كفأ عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل النبل يسقط عليه حاشا أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يسجل بمداد الفخر والثناء أبو بكر لطلحة حضوره في أحد فيقول: وهل كانت أحد كلها إلا طلحة؟ طلحة رضي الله عنه وأرضاه يذهب إليه بعض الأصحاب فيعدون أزيد من 70 موضع أصابه سهم أو سيف أو رمح، رضي الله عن طلحة. أمام هذه النماذج يبقى نموذج فريد فريد، إنه من آل بيت رسول الله ومن قرابته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. إنه أسد الله الذي خرج في أحد يفل الجيش، يضرب الهام، يقطع الأعناق، ويضرب منهم كل بنان، وكان بالمرصاد له عبد يدعى وحشي، علقت حريته بمقتل أسد الله حمزة. خرج إلى أحد لا مراد له إلا أن يصيب حمزة، وكان راميا أدار حربته حين رأى حمزة ثم رماها وليته ما رماها، لتقع وأيم الله على كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع في عانة حمزة ليموت، أو قل ليستشهد حمزة رضي الله عنه وأرضاه. يراه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ومثل به المشركون، فيشهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق له أن يشهق. تأتي صفية لترى أخاها فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن ترى ذلك المصرع فتأبى وتذهب، ومعها ثوبان فتدفعه إلى الرجل حتى يستر حمزة، فيجدون رجلا من الأنصار معه فيتقاسمون الثياب أمواتا كما تقاسموها أحياء. السر أن هذا الدين إنما يقوم على التضحيات، وأول التضحيات ما تكون في بيوت الداعين إليه، أول التضحيات ما تكون من أولئك الذين يدعون إلى التضحيات، رضوان الله عليهم جميعا، وتقبلهم الله في الشهداء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.